شنو الشيء اللي كنت مثلا مخمم فيه سابق هالشيء ومنين وقف الحجر تخمم انك تعدل؟ لا نخمم بان راه كنا غنسافروا كيما كاين هذا الحجر الصحي ما كاين لا سفر لا والو. يعني تجلس هنا في العيون؟ نجلس في العيون تاي. ماك فكرتش البحر؟ ماك لا لا مفكر حتى حاجه. حاليا حتى حاجه ما كاينه، مريح في داري ومريح الخدمه للدار. كتفكر هذاك تاعك منين وقف يعني خف الحجر الصحي؟ فاش خف الحجر قبل كنا كنفكروا باش نسافروا. حاليا مع الضغوطات ديال الخدمه وتبدل بزاف ديال البروغرامات كاع ديال العائله تبدل لهم البروغرام. دابا حاليا يقدروا يسافروا الدراري ونبقى انا خدامه. انت فاش خدامه؟ انا خدامه في المرسى. المرسى؟ واش مازال عندكم نفس الخوف اللي كان عندكم ولا حاليا امور بدات الناس تخدم وترجع لطبيعه الخدمه؟ لا ما كانش عندنا تخوف شحال هذا، حيت كان الاحتياطات ديالنا كنا ديجا كناخذوهم في الخدمه. ولكن مع الحالات اللي ولينا كنسمعوا حاليا اللي وصلت للعيون اللي ولا عندنا الخوف باش ان شي حاله تجينا للخدمه. ما حاليا لا بشكل طبيعي عادي؟ لا عندنا شكل طبيعي حيت جميع الاحتياطات ديالنا كنديروهم، لي بافيت في الخدمه والهيجيان ديالنا كنتبعوه بحذافير زعما ماشي حتى داك الاختلاط ما كاينش بزاف. فاش كتفكر انت اختطرتي حاليا؟ حاليا كنتسنى امتى يقولوا لينا راه لي زيكزام باش نمشي ندوزهم، حيت كنقرا في لافاك عندي الدوزيام اني مازال ما دوزنا الامتحانات، دونك داكشي اللي حاليا كنتسنى باش على اساس انني نمشي ندوزهم. يعني تفكري حاليا فقط انك تمشي ندوزهم؟ هما فاش كنفكر دابا. فين كتقريتي؟ قلميم. قلميم؟ اه. فاش عندك الامتحان؟ عندي الدوزيام اني هاد العام، دونك غندوز ليس كاتر. فقط هذا اللي كتفكر فيه؟ هو اللي شاغل تفكيري كامل من المده اللي دار فيها هذا الحجر هذا، وانا داكشي فاش كنفكر، حيت كنا غادي ندوزو امتحانات في 24 في شهر 4، دونك جا الحجر في شهر 3 في نصف شهر 3، ولينا كنتسناو غير امتى غادي يقولوا لينا راه غدوزو لي زيكزام، اولا يعطيونا غير كيفاش غادي ندوزوهم، امتى غندوزوهم، الوقت اللي غندوزو فيه، الاجراءات اللي غنديرو باش اننا ندوزوهم، هذا هو اللي شاغل التفكير ديالي حاليا. أو نفكروا الحمد لله إلى حدا المرات نسافروا ونشوفوا والدينا. والدين ديالك منين؟ من القلعة. قلعة سراغنة؟ اه. كم لك تقريبا عن تشوف؟ ايه دابا لا 3 سنين هنا في العيون إن شاء الله. فاش خدام في العيون؟ بناي. بناي؟ ايه. دابا توحشت لك خلال هاي الفترة؟ ولا بدا ما توحشت الوالدين، ولكن الظروف اني الله يحفظنا من المرض وصافي والله. يعني تفكر حاليا في السفر شنو الوالدين؟ ايه نفكروا نعيدوا مع والدينا ونشوفهم بعدا الحمد لله. كنفكروا يحيد هذا الوباء يبعد علينا ونفكروا نقيسوه لنا في الداخل. منين الاهل ديالك؟ أسفي. أسفي؟ إيه. شحال لك تقريبا ما شتهلك؟ عام دابا. عام؟ إيه. وإن شاء الله درك إذا تحيد الحجر أول حاجة غديرها هي تمشي للأسفل. إيه أول حاجة خصنا نمشي نشوف الوالدة. السفر أخويا. فين بالضبط؟ الواجهة فاس. فاس؟ آه. فين باقي تمشي في فاس؟ عند من؟ عند العائلة الوالدين. شحال لك تقريبا ما شتهم؟ تقريبا هذه 8 شهور. اه. فكر ان شاء الله تمشي عندك. ان شاء الله الى كتبي ونتمنى من الله يطلقوا لنا يفاجئوا علينا يطلقوا لنا بعد هذا طريقنا والله الا محشين العائله ديالنا الصراحه. الله يجمع الشمس. يا ربي امين. نسافروا ان شاء الله. فين غتسافروا ان شاء الله؟ يطبع عمران. يطبع عمران. أيه. شحال تقريبا مشيت لبنان؟ وتقريبا بيني تقريبا شي نص شهر واحد. نص شهر واحد. اها. اول حاجه تفكر فيها ان شاء الله هو السفر. السفر ضروري عندي واحد الغرض ما نمشي نقضيه. الحمد لله نتمنى ان شاء الله هذا الوباء دابا بخير وعلى خير والناس تسافر باش تبدل الجو شويه على الناس القنت كاين بين القنت. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع نتمنى ان شاء الله الشفاء للمصابين ان شاء الله. وانت تفكر تسافر؟ تفكر؟ ضروري ان شاء الله يسافر يبدل الجو شويه يزور العائله شويه ان شاء الله.